وسالم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا فيك. ازيك يا ست غالية؟ إن شاء الله تسلامي. أهلا بحبايبنا. الله يبارك فيك. الله يسلم. شخبارك؟ بخير الحمد لله. إحنا بخير طول ما أنتوا بخير. الله يطول لي عمرك. أنا حبيت أشكرك على البرنامج الطيب. ان شاء الله تسلمي. ده انا فرحانه بيك النهارده. ده انتوا اهل الشيخ زايد الطيبين. الله يطول لي عمرك يا رب. تسلمين. بس انا حبيت اشكرك على البرنامج بتاع صوتك. اهلا وسهلا بيك. انا اتشرفت بيك النهارده. الله يطول لي عمرك. تسلمي. تسلميش على كل تسوينه. انت عارفه كل مصر في قلبها الشيخ زايد، وكل مدينه عندنا فيها الشيخ زايد. الله يطول لي عمرك. تسلمين. تسلمي ست غاليه. ان شاء الله تسلمي. الله يبارك فيك. شكرا شكرا. يا رب كده يخليكوا لينا ويخلي الامارات ويطرح فيكوا البركه. الله يبارك فيك. تسلمين. من طيبك من طيبك. انت بس كده قولي. اموريني بس كده باي حاجه شاوري وانا اعملها لك. لا امر عليك. بس انا حبيت اسمع صوتك واسلم عليك. ان شاء الله تسلمي من كل وحش. الله يبارك فيك. شكرا على كل قائمين على البرنامج. الله يخليكي. ما تقطعيش بقى التليفونات لحد ما نشوفك. ان شاء الله. لا عفو عليك. ان شاء الله اتصل مره ثانيه واخذ رقمك. ان شاء الله. ان شاء الله يا ست الكل. شرفتينا. الله يطول لي عمرك. تسلمين حبيبه قلبي. الله يخليك. مع السلامه. مع السلامه يا قمر. هنحط زي ما قلت، ما تحطيش اللحمه على البصل غير لما البصل يدبل، ما يحمرش قوي عشان لسه يخش مع بعضه. هتضيفي عليه الملح، البهارات، شويه كزبره ناشفه، شويه فلفل اسمر، وهنسيبهم يتعصجوا مع بعض. ده اساس اللحمه المتعصجه في كل حاجه. اما لو انت حابه تحطي توابل ثانيه فبراحتك. هنسيبها بقى، هنقلبها ونسيبها تتعصج، وهنتكلم مع بعض في موضوع حلو قوي